بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل حديثنا حول فن الخطابة بين الماضي والحاضر، وكنا قد توقفنا في الحديث عند خطبة الوداع. وخطبة الوداع هي تلخيص للإسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه للناس، وأراد أن يوجز لهم مسيرة الأعوام في تبليغ الدعوة، ولذا نبه على بعض القضايا التي حذر فيها الأمة. وكنا قد تحدثنا عن حرمة الدماء والأموال. بعد هذا، من خلال نص خطبة الوداع، التحذير من التلاعب بالأشهر الحرم. الأشهر الحرم كانت معظمة عند العرب، وكان الرجل يرى الرجل في الشهر الحرام وفي مكة، فلا يأخذ ثأره منه، احتراما للمكة واحتراما للشهر الحرام. ولكنهم كانوا يتلاعبون في هذه الأشهر على حسب ما يرون من منافع لهم، فكانوا يجعلون العام 12 شهرا و15 يوما لو النسيء، ومرة يأتي الحج في رمضان، ومرة يأتي الحج في شوال، ومرة يأتي في ذي القعدة. ولذلك كان حج أبي بكر بالناس كان في السنة التاسعة، كان في ذي القعدة. فلما جاء حج النبي صلى الله عليه وسلم وافق العاشر من ذي الحجة، اللي هو الوقت المحدد للحج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زمانك قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، سنة 12 شهرا منها 4 حرم. فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من ذي الحجة، أو في شهر في أوائل ذي الحجة، ووقفة عرفة في العاشر من ذي الحجة. وذلك لكي يعني هذا هو الثابت الذي سيظل في حج الناس إلى بيت الله الحرام وفي الوقوف بعرفة. أيضا كان في هذه الخطبة المنزلق الذي ستنزلق فيه الأمة، وهو الوصية بالنساء: استوصوا بالنساء. والإسلام كرم المرأة، ورسولنا الأكرم ونبينا الأعظم مسك الكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرم المرأة. وأذكر موقفا لهذا التكريم ليت منظمات النسوة العالمية تعرفه. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، وكان قد أهدر دم رجال ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، منهم رجل دخل إلى دار أم هانئ واستجار بها، وجاء علي يريد أن يقتله فأغلقت دونه الباب. وأم هانئ تحكي تقول: وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوبه، فلما فرغ قال: من؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: ما حاجتك يا أم هانئ؟ قالت: أجرت رجلا يزعم ابن أبي أنه قاتله. قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، دون أن يعرف من هو. قال: أجرنا من أجرت. أين منظمات النسوة العالمية ليعلموا هذا الموقف؟ رسول الله، رئيس الدولة، يعفو
عن محكوم عليهم بالإعدام، وسبب العفو أن امرأة تدخلت وأجارت هذا الرجل. يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي بالنساء خيرا، والإسلام يستوصي بالنساء خيرا، فالمرأة أو الأنثى هي الهبة الأولى لله، ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث على الذكور. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له بنتان فأحسن تأديبهما وتعليمهما كن سترا له من النار. قيل: رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة. أي لو أن فتاة واحدة وأحسن الأب تربيتها وتأديبها تأتي يوم القيامة حاجزا بين أبيها وبين النار، وهذا ما لا يستطيع أن يفعله عشرات الأبناء من الذكور. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي: استوصوا بالنساء خيرا، يوصي في حجة الوداع بالمرأة ويقول: هن عوان لكم. وكلمة عوان يعني أسيرات، البعض يقول لك هي أسيرة أي رقيقة، لا، ده الإسلام يوصي بها خيرا، أي إنها حقا إنها ضعيفة ولكنها تحتاج إلى حماك. والبعض يبالغ في قوة المرأة وأن المرأة لابد أن تكون مثل المرأة الأنثى في كل وقت وفي كل زمان، مهما كانت قوتها تريد أن تشعر بمن يحميها ومن يرفرف عليها بأجنحته في الحماية. في بيت الأب يكون الأب والأخ، وفي بيت الزوج يكون الزوج. وأكثر النساء تعاسة المرأة المسترجلة التي تتحكم في زوجها وتتحكم في أهلها، في داخلها صراع نفسي شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي، وسبب الاهتمام: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله بالعقد، هذا العقد الذي قال عنه القرآن: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ومفيش ميثاق غليظ، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولم يوصف أي ميثاق بأنه غليظ إلا هذا الميثاق، ميثاق الزوجية، وميثاق آخر اللي هو ميثاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كل من يعتدي على هذا الميثاق الغليظ العاقبة له وخيمة، كما جاء في آية سورة الطلاق بعد الحديث عن الطلاق وأحكام الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم يبين لكم علي إن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، معناها لا يدخل البيوت أحد أنتم تكرهونه ولا ترضون به، ولهن عليكم كسوتهن والتعامل معهم بالمعروف. أيضا في هذه الخطبة الجامعة قرر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة، المساواة بين الناس جميعا. النبي يقول: إن ربكم واحد، إن إلهكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ويقول في حجة الوداع: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالناس سواسية، لا يوجد من يفضل الآخر إلا بالتقوى، لا يوجد حتى رجل يفضل النساء ولا امرأة تفضل الرجال، الكل يندرج تحت الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يكن هذا شعارا
من الشعارات، وإنما كانت واقعا تطبيقيا، وفي حجة الوداع على وجه الخصوص حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى منى كان يردف خلفه أسامة بن زيد، أسامة ذلك الشاب الأفطس الأجعد، ولكنه كان ابن زيد بن حارثة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يردف خلفه أحدا من أهله في من عرفات إلى منى، ومن منى في منى بقى كان يركب خلفه الفضل بن العباس. وقصة الفضل بن العباس مع المرأة الخسعمية قصة معروفة ذكرتها كتب السنة، وفيها إشارة للدعاء اللي هو يعني التحذير والنهي عن المنكر بالإشارة وبالتلميح بدون جرح للمشاعر، لأن كان الفضل يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وجاءت امرأة من خثعم كانت وضيئة الوجه أي كانت جميلة، فطفق الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل وأبعده إلى الناحية الأخرى بس بالإشارة. تقرير مبدأ المساواة عاشها المسلمون جميعا، وأبو ذر رضي الله عنه حينما عير بلال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ذهب إلى أبي ذر وقل لا أرضى حتى تضع قدمك على قدي، مبالغة في إن يعني لكي يعفو عنه. وضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في تعامل بعضهم على بعض دون التفات إلى الجنس أو إلى اللون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سلمان: سلمان منا أهل البيت. وبلال ومكانته، كان هو المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب في فتح مكة هو الذي أذن في فتح مكة، فكانت له مكانة. هذا بلال الذي كان يعذب في مكة في حرها يقف يدعو الناس إلى الصلاة في يوم الفتح. أمم أخرى قررت مبدأ المساواة، ولكنها عند التطبيق يحدث خلل كثير. العالم الغربي جميعا ينادي بالمساواة، ومواثيق الأمم المتحدة قاطعة في هذا الأمر، ولكن ما زال هناك خلل في هذا الموضوع بين البيض والسود في أمريكا، وإلى الآن ما زال يعني كراهية ما بين البيض والسود في أمريكا، وحتى لم تكلوا ملاعب الكرة في الدول الغربية في الدول الأوروبية من الاحتقار للجنسيات الأفريقية، ويرموا لهم بالموز باعتبار ان هم اصلا جم في اقفاص من حديد مثل القرود يعني. وفي كأس العالم الأخيرة لما كانت الشتيمة كلها منصبة من فرنسيين على السود ان هم السبب في الهزيمة، ده كله ده عشان يبين ان هم بيخترقوا موضوع المساواة. انما المساواة عندنا لم تكن شعارا، وانما كانت واقعا تطبيقيا عند المسلمين. بعد هذا نأتي إلى الأغراض التي قضت عليها الخطابة في عصر صدر الإسلام. كانت هناك أغراض عند الخطباء في الجاهلية، وجاء الإسلام وقضى على هذه الأغراض، وذلك لكي تكون الخطابة في الخير ولا تكون في الشر. فنهى عن الخطابة التي تدور حول الفخر والتباهي بالأحساب والأنساب. فخر تباهي بالأحساب والأنساب، وهذا كان موجودا عند العرب في أشعارهم، وعمر بن كلثوم حينما يفتخر: ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، قريناكم فجعلنا قراكم قبيل الصبح مرادة طحونا، إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذه الأغراض
التي كانت منتشرة عند العرب قبل الإسلام في التفاخر بالقبيلة والتفاخر بالأنساب، الإسلام نهى عنها. وفي حجة الوداع على وجه الخصوص نكملها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كل ما كانت تتفاخر به العرب تحت قدمه الشريف حينما قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي في باطن الأرض. ولذلك كل من يدعو إلى عصبية فإنما يعود القحقري 15 قرنا إلى الوراء لينبش في التراب، ولن ينال إلا عفرا على ثيابه وعفرا في وجهه. إذن الخطابة في صدر الإسلام نهت عن الخطابة بالتفاخر بالأنساب، أيضا نهت عن الخطابة التي تدعو على الأخذ بالسأر وإشعال نار الفتن التي كانت تحدث بين القبائل في انتصار بعضها على الآخر، فانتهى هذا اللون لأن أصبح الجميع في بوتقة واحدة، هي بوتقة الإسلام. أيضا الخطابة التي تقوم على إشاعة الفاحشة، والقرآن نهى عن إشاعة الفاحشة على في المجتمع، فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما خصائص الخطابة في عصر صدر الإسلام فكان لها خصائص اختلفت بها عن العصر الجاهلي أو عصر قبل الإسلام، لأن الخطابة في عصر الإسلام أصبح لها بداية محددة، هذه البداية تبدأ بالحمد والثناء على الله عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سمة من السمات. سمة الثانية هي كثرة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في الخطابة، لأنه ما من أمر فيه خير للناس في التعبد في التعامل في القيم والأخلاق إلا ونجد حديثا عنه في القرآن الكريم. الأمر الثالث أن الخطابة سلكت طريقا دينيا، بحيث أنها أصبحت متكررة، الجمعة، العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، أشياء كثيرة، خطب النكاح، ده بخلاف السياسة السياسية والمحفلية. الأمر الخامس هو التأثر بأسلوب القرآن الكريم في البلاغة والإقناع، القرآن له أسلوب في البلاغة وله أسلوب في الإقناع، ولذلك استفاد المسلمون في عصر صدر الإسلام في خطبهم بهذا الأسلوب. الأمر السادس صفاء ألفاظها وسهولة كلماتها، ليس فيها غريب، يعني بعد الإسلام في الخطب وفي الشعر أصبح يعني لا يميلون إلى الغريب في القول، كما قلنا من قبل في المحاضرة الماضية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول: وما أنا من المتكلفين. أما الموضوع التالي فهو عن الخطابة في عصر بني أمية. عصر بني أمية بدأ بعهد معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي رضي الله عنه، وفي الخلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية نحن لا نقول شيئا، بل كما قال ابن عمر: حفظ الله أيدينا من الدماء فلنحفظ ألسنتنا من الخوض فيها. في عصر بني أمية ازدهرت الخطابة، والسبب في ازدهارها يعود إلى عدة أمور. أولا الاعتزاز باللغة الفصيحة، كانوا يعتزون باللغة الفصيحة،
ما زالت العربية متغلغلة، اللغة متغلغلة في عقول الناس، فكانوا يعني يعتزون بهذه اللغة، وكان عندهم خطباء مشهورون، والحجاج ابن يوسف الثقفي وله خطبة سوف نذكرها مشهور في هذا الموضوع في هذا الخطابة، وأيضا زياد بن أبيه اللي هو أخو معاوية أيضا مشهور بالخطابة في ذلك العصر. بل إن الحجاج رغم ما فعله إلا أنه يرجع إليه الفضل في تنقيط المصحف، النقاط التي وضعت في المصحف تشكيل، بدأه الحجاج بن يوسف الثقفي. يبقى الأمر الأول هو الاعتزاز باللغة الفصيحة. الأمر الثاني من عوامل الازدهار الصراع بين الفرق والحركات الدينية في ذلك العصر والأحزاب الدينية. نحن نعلم أن بدأ أحزاب معينة، حزب تابع لعلي يسمى الشيعة، حزب تابع لمعاوية لدولة بني أمية، واللي كانوا تابعين لعلي أصبحوا العلويين، وهناك فريق ثالث لا مع هذا ولا مع ذاك اللي هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بعد أن كانوا من أصحابه بعد قضية التحكيم. فأصبح هناك فرق، وكل فرقة تدعو إلى مذهبها وإلى رأيها، وكان ذلك يحتاج إلى الخطابة، ولذلك تنوعت الخطابة وازدهرت في ذلك العصر. الأمر الثالث اتساع الأمصار وكثرة الولاة والقوات. بعد فتح البلدان، وصول الإسلام لأفريقيا، وصوله إلى شرق آسيا وبلاد الشام، أصبحت هناك أمصار كثيرة، بلاد كثيرة، وكل بلد من هذه البلاد يحتاج إلى صلاة الجمعة، والجمعة تحتاج إلى الخطبة، ولذلك كثر الخطباء وكثرت الخطابة في ذلك العصر. الأمر الرابع اتساع مجال القول وإعطاء الخطباء حقهم من الإكرام والتقدير، وخاصة في المحافل. وقصة الوفد الذي أتى إلى عمر بن عبد العزيز ووقف شاب صغير حدث يتكلم، فقال عمر رضي الله عنه: ليتكلم من هو أسن منه؟ فقال رد الشاب وقال: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه عقله ولسانه. وقف خطيبا وأعطاه عمر حتى مكافأة، فقال له: لا، أنا رجل من قومي، فرقها بين قومي. يعني أعطاه زيادة عن قومي، فقال: لا، فرقها بين قومي. المهم أن الخطب المحافل وخطب الوفود أصبحت لها مكانة، الناس يفدون إلى الخلفاء أو إلى بلاط الخلفاء ويتحدثون بالخطابة، والخلفاء يغدقون عليهم الأموال. وحينما نتحدث عن عصر بني أمية نتحدث عن عصر بني أمية هنا في دمشق حينما كانت دولة الخلافة في دمشق، وأيضا حديث عنهم في بلاد الأندلس، لأن الكثير يتحدث عن التاريخ في ناحية المشرق في العالم الإسلامي في المشرق، ولا يتحدث عن التاريخ الإسلامي في المغرب، رغم أن التاريخ الإسلامي في المغرب والأندلس كانت له أيادي بيضاء على المسلمين وعلى الأوروبيين في نفس الوقت. فالحضارة الإسلامية انتقلت إلى أوروبا عن طريق بلاد الأندلس، وعلماء الأندلس وضعوا كثيرا من العلوم التي نحن بحاجة إليها، والقرطبي وغيره من وابن رشد الجد الذي كتب كتابه في الفقه المشهور بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وخدمة صحيح الإمام مسلم أكثر من قدمها هم المغاربة والأندلسيين، كثير من الكتب. كان برضو من ضمن الحاجات دي منذر بن سعيد البلوطي قاضي القضاة في عصر عبد الرحمن الناصر، وحينما جاء وفد أمر القاضي أمر الحكم عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي أبو علي القالي، وكان عالم اللغة، أن يتكلم. فلما بدأ يتكلم تلعثم
ووقف فوقف المنذر بن سعيد البلوطي وخطب خطبة عصمة أعجبت الجميع، ولذا بعدها قرب منذر بن سعيد من عبد الرحمن الناصر وأصبح هو الخطيب للمسجد الجامع في قرطبة في ذلك الوقت. ومع ذلك لم يلي عبد الرحمن الناصر، ولما كانت له مواقف يشهد له فيها بقوة العلم وبالتقى وبالورع. لما بنى عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء وأغدق عليها الأموال الكثيرة، ودعا منذر بن سعيد لكي يخطب فيها، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، إلى آخر الآيات. وغضب عبد الرحمن الناصر، فقال له أحد الناس: يعني ما عليك، لا تصلي خلفه. قال: والله لا أجعل واسطة بين وبين ربي، يعني أفضل من في الصلاة يعني بالذات، عشان ما فيش واسطة بين الإنسان وبين الله مثل منذر بن سعيد. هذا عن الخطابة في العصر العباسي، في العصر في عصر بن أمية. أما في العصر العباسي الذي بدأ سنة 132، طبعا ناحية تاريخية أن العصر العباسي ساهم الفرس في استقرار السياسي لبني العباس ضد بني أمية، لأنه حدث صراع بين بني العباس وبني أمية، واستطاع بني العباس من خلال مساندة الفرس لهم أن هم يستولوا. ولكن الفرس يعني توغلوا في كل شيء وأرادوا أن يتحكموا في كل شيء حتى في الخلفاء أنفسهم، وحدثت حوادث كثيرة جدا بهذا الجانب. واستعان بنو العباس بالأتراك لكي ينقذوهم من الفرس، وجاء الأتراك وأرادوا برضو أن يستولوا على كل شيء، وكانت الأمور السياسية شديدة جدا في هذا. ولكن مع كل هذا ازدهرت الخطابة في عصر بني العباس. وسبب ازدهار الخطابة في عصر الدولة العباسية الحركة العلمية واللغوية واهتمام الخلفاء بهذا الجانب. الحركة العلمية واللغوية واهتمام الخلفاء بهذا الجانب. في عصر بني العباس بدأت حركة علمية كبيرة جدا، فبدأت تظهر الموسوعات في العلوم، الموسوعات في الفقه، الموسوعات في الحديث، الموسوعات في التفسير، بل اخترع المسلمون أدق علم ظهر على وجه الأرض ألا وهو علم أصول الفقه. وازدهرت أيضا الحركة اللغوية، وكتب النحاة وكتب البلاغيون كثيرة من الكتب ووضعت المعاجم. الأمر الثاني في عوامل الازدهار كان الصراعات السياسية بين الأمويين والعباسيين، وكل منهما يستعمل الخطابة في الحث على المساندة وفي الحث على الدفاع. ازدهار حلقة التأليف والترجمة، والترجمة ربما نتحدث إليها، اللي هي ترجمة تراث اليونانيين أو ترجمة تراث الأوائل. اتساع نطاق الكتابة والتدوين، بدأت الكتابة تنتشر وبدأ التدوين، هم يكتبون أو ينسخون الكتب، بدأوا ينتشروا، وكان في كل مكتبة نساخ ينسخون هذه الكتب في بلاط الفقهاء، وهذا أدى إلى ازدهار الخطابة تبع الازدهار العلمي في ذلك الوقت. بعد هذا نأتي إلى العصر الحديث. والعصر الحديث يقولون أنه بدأ بالحملة الفرنسية على مصر، أو يعرفون بالحملة الفرنسية على مصر، ولكن هذا الكلام فيه مبالغة، فقد كانت هناك حركات علمية في الأزهر وفي غير الأزهر في ذلك الوقت. عوامل الازدهار للخطابة في العصر الحديث: الاتصال بالحضارة الغربية، وهذا الاتصال كان عن طريق الحملة الفرنسية التي أتت إلى مصر، وده كلام كثير جدا في التاريخ، ولكنهم أفادوا في الناحية العلمية حينما وضعوا كتاب وصف مصر في 9 مجلدات،
وبدأوا يعملون أشياء معينة في الطباعة وفي الترجمة وفي غير ذلك. فالمهم بدأت حركة علمية فعلا تنشط، نحن لا ننكرها رغم ما ذاقه المصريون في ذلك الوقت من ظلم من الفرنسيين ومن قتل ومن تعنيف ومن سلب للأموال وسلب الممتلكات ومن إهانة كانت لهم، حتى دخل نابليون بخيله إلى الأزهر الشريف. أيضا من عوامل ازدهار البعثات العلمية التي أرسلها محمد علي، ومحمد علي شخصية أراد أن تكون مصر متقدمة، فبدأ يبحث عن عوامل النهضة، فوجد أن هناك علوم لا يعرفها المسلمون ولا يعرفها المصريون في ذلك الوقت، وهي أمور رائجة في أوروبا، فبدأ يرسل البعثات. وإحقاقا للحق نقول عن محمد علي، محمد علي لم يبعث بالبعثات إلا لتعلم الجانب العملي، الجانب العملي في الطب، في الزراعة، في الهندسة، في القوانين، وضع القوانين. وأما الجانب النظري فلم يبعث محمد علي أحدا لكي يتعلم الجانب النظري هناك، باعتبار أن عندنا ما يكفينا منه. واهتمام محمد علي بالبعثات العلمية يعني كان اهتمام كبير جدا، وبسبب هذه البعثات حظت نهضة، وعندنا شخصيات كان لها الأثر الكبير على مصر، شخصية رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي الذي ترجم وألف أكثر من 40 كتابا حينما عاد. وكان كما قالوا أن محمد علي بعث رفاعة الطهطاوي معهم إماما للبعثة لكي يحافظ الشباب على دينهم ولا يتفلتوا أخلاقيا في العالم العربي. الشخصية الثانية هي شخصية علي باشا مبارك، وعلي باشا مبارك يعني وضع كثيرا من الأشياء التي نقلت مصر نقلة كبيرة جدا، فهو أنشأ مدرسة دار المعلمين، وأنشأ كثيرا من المدارس في الأمصار أي في المحافظات وفي المدن، وشق الترع كترعة الإبراهيمية، وعمل أشياء كثيرة جدا علي مبارك، فهو أحد الشخصيات المميزة في تاريخ مصر الحديث. حركة الترجمة، وحركة الترجمة لما ننظر للنص عندنا هنا عشان نرتبط بالكتاب، وقد أثرت الترجمة في الأدب وصناعة القول، صناعة القول طبعا الخطابة، تأثيرا ملحوظا في القالب والمعاني والأغراض والأسلوب، وظهر من يؤثرون المعاني على اللفظ في الشعر والنثر، واختفت بعض أغراض الشعر الغنائي كالفخر والحماسة والهجاء، ولم يبقى من الهجاء إلا مداعبات لطيفة فيها تهكم وسخرية وتصوير لا يتناول المحارم ولا الأغراض ولا يقضع أو يفحش. وتميز بعض الكتاب بالتحليل والدراسات النفسية والإفادة من علم الاجتماع والتاريخ وغيرهما في الموضوعات الأدبية التي يتعرضون لها. ده يعني إيه اللي هي الترجمة، كيف أثرت على فنون القول، كان هذا الكلام. الأمر الثالث هو اتصال نطاق التعليم، وطبعا التعليم بدأ مع محمد علي، وأنشأ محمد علي المدرسة الحربية 1815، وأنشأها في قصر ابن العيني، وهنتكلم عن قصر ابن العيني، وبعدين مدرسة الطب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أبي زعبل. مدرسة الطب نشأت أولا في أبي زعبل، ثم انتقلت إلى قصر العيني اللي هو الموجود حاليا دلوقتي في جامعة القاهرة، كلية الطب جامعة القاهرة. وبعد ذلك أنشأه أنه بدأ يحتاج إلى علوم معينة، فبدأ أنه ينشئ مدرسة للصيدلة، بدأ مدرسة للهندسة، إلى أن بعد عصر محمد علي تأسس أول جامعة أهلية في مصر سنة 1905 اللي هي جامعة القاهرة، وأصبحت في سنة 1935 جامعة رسمية، كانت جماعة أهلية أصبحت جماعة رسمية. أيضا من عوامل الازدهار هو الطباعة، والطباعة بدأت مع الحملة الفرنسية،
وأول مطبعة أنشأت في مصر أنشأها محمد علي اللي هي مطبعة بولاق سنة 1821، والمطبعة أفادت فنون القول في كثير من الأشياء. الصحافة عندنا كانت لها بدايات في الوقائع المصرية في الأهرام وفي غيرها. أيضا من عوامل الازدهار إنشاء دار الكتب التي أنشاء علي مبارك 1870، وإنشاء المجامع مثل مجمع اللغة العربية، وتكوين الأندية والمنتديات العلمية زي ندوة محمد عبده كانت في عين شمس، واستمرت هذا لغاية العصر. كان في صالون العقاد، وكان في يعني محافل معينة يجلس فيها خيار القوم أو أدباء القوم ويتحدثون عن قضية ويمتد بهم الحديث. وأيضا الصحافة كان لها دور، وكثير من المقالات الصحفية أصبحت كتب فيما بعد، مثل كتاب وحي القلم للرفعي، ومثل حديث الأربعاء لطه حسين، وفيض الخاطر لأحمد أمين، وغير ذلك من أشياء كانت عبارة عن مقالات. هناك نماذج للخطباء في العصر الحديث، طبعا اتكلم فيهم عن الخطباء السياسيين، أقف مع بعض منهم. عندنا مصطفى كامل، عندنا سعد زغلول، وعندنا مكرم عبيد، وعندنا طه حسين. ربما يعني مصطفى كامل خطبة سياسية موجودة في الكتاب في صفحة 86، وسعد زغلول. مكرم عبيد باشا مع انه مسيح الديانة الا ان لغته العربية كانت لغة قوية، وكان يعني في الخطابة له، انا رجعت الى بعض خطبه في كتاب المكتوب عنه، فوجدت يعني شيء كبير جدا، خطيب فعلا يعني. ايضا طه حسين كان له خطب موجودة عندنا، وبرضه اشتهر عندنا كمسلمين في الخطابة الدينية أناس كثيرون في العصر الحديث، الشيخ البقوري، الشيخ اسماعيل صادق العدوي، كل هؤلاء كان لهم تأثير كبير جدا في الخطابة في العصر الحديث. بهذا نكون انتهينا من الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى النفع، ونسأل الله القبول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.